أكيد. شكرا لك يا نرمينا ويعطيك ألف عافية. مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، وأكيد مستمرين ضمن صباحنا أنه نقدم كل الفائدة لطلاب الشهادتين الأساسية والثانوية. أكيد يعني بلش العد التنازلي، بكرة ببلش امتحانات البكالوريا، وأكيد بعد بكرة التاسع. كل التوفيق لطلابنا. هي الوقت وهي المرحلة كتير حساسة، بحاجة لتخطيط كتير كبير للدراسة والمراجعة الصحيحة يا رشا. اكيد هايدي، مثل ما قلتي اليوم هدول الساعات عم يكونوا كثير تقال على صحيح. الاهل وعلى الطالب، بس تاكدوا انه هذا الوقت رح يمضى وان شاء الله يمضى على خير، ولكن نحن كرمال ندخل الامتحانات بثقه واستيعاب جدا جميل. مفروض اليوم في اساسيات نشتغل عليها، نركز، ننظم وقتنا، ننظم نومنا. في نصائح جدا مهمه اليوم الكادر التدريسي اعطاها للطلاب قبل انتهاء العام الدراسي. ايضا اليوم بدنا نحكي عن دور الاهل بحياه الطلاب، قد اليوم ثقتهم بابنهم مهمة، قد اعطاء الثقة للطفل وعدم الضغط عليه اثناء الفترة الامتحانية عم يكون شيء ايجابي بحياته. معلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي نور حاج حسين، مدربة تربوية واعداد معلم. ست نور يسعد صباحك. صباح النور. اهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، ويمكن خلينا نكون واقعيين، رهبة الامتحانات والشهادات هي يمكن بترافق كل الطلاب، يعني مهما خلصوا، مهما دخلوا الجامعة، مهما تخرجوا، بتلاقي هذا الخوف دائما مستمر معه. لهيك يعني يحاول قد ما فينا اليوم نضبط حالنا وأعصابنا ونمرق هي المرحلة بكل سلام. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين ونعطيهم نصائح، نحن شو بنقصد بالدراسة الفعالة، شو هي الطرق وشو هي النقاط اللي ممكن نضوي عليها؟ بداية الدراسة الفعالة بتقوم تهيئة الطالب من خلال بداية العام الدراسي، وهون بيبرز دور المعلم الفعال والناجح، من خلال عملية التخطيط، من خلال عملية كيف يدرس أو كيف يعلم، عبر أساليب واستراتيجيات التعلم النشط، ما هو التطبيق ومن سيعلم، شو هي احتياجات الطالب، مهاراته، كفاءاته العلمية، كيف على سبيل المثال التخطيط، كيف بخطط الدرس بمرحلة التنفيذ والتخطيط، شو هي الأساليب والطرق العلمية اللي بيقوم فيها. طبعا كل ما وظفنا الطرائق التعليم الفعالة اللي هي الشعوري والحسي والسمعي بمختلف الذكاءات المتعددة، فأنا هون بوصل لترسيخ المعلومة بشكل أكبر، تخزينها، وبالتالي في مقولة علمية للمتعلمين: قل لي لعلي أنسى، أرني سوف سأتذكر، شاركني سوف أفهم ولن أنسى. فكل ما أنا معطيتهم التعليم النشط، التعليم الجماعي المتمركز على الطالب، التعليم الهجين، هذا لكل هالأساليب الطرق التدريس، وهون بيعطي بداعة وبراعة المعلم من خلال مسيرته التربوية والتعليمية للطالب. أكيد. طيب ست نور، اليوم وقت بنقول فحص ورهبة وهدول القصص، اليوم حدا اليوم ما بيتذكر هدول الأيام وكيف مضوا عليه، ولكن اليوم هل نحن قادرين بالوقت المتبقي نقدر نأسس بهدول الأيام؟ يعني اليوم الطالب شو لازم يعمل؟ كيف لازم ينظم وقته؟ كيف لازم ينظم معلوماته، نومته، أكله وشربه؟ حتى اليوم المواد الغذائية جدا مهمة للطالب. فاليوم من خلال تجربتك ومن خلال مجالك، يعني إذا حبيتي توجهي الطلاب بالشكل الصحيح بالأيام القادمة، شو بتقولي له؟ هلا أولا إنه القلق والتوتر هو شعور لكل الفئات العمرية، يعني مننا نحن وللأطفال الصغار وللطلبة. بس نقول نحن فحص او امتحان، فانا عندي شويه هيك قلق، هذا القلق فورا وبصير في عنا تعرق تمام، واحيانا بصير في عنا تعرق، جفاف، صداع، تشويش بالرؤيه. هون طبعا القلق يا منحوله قلق ايجابي بيعطينا تحفيز للطالب انه يجتهد ويدرس ويوصل للحلم والهدف والفرع اللي هو بده يدخل فيه ويبدع من خلال العمل السنوي من المدرس والطالب وتواصل الفعال. هون بيقدر يعطيه إدارة مهارة إدارة الوقت، تنظيم ساعات الوقت والدراسة. فمن خلال هي النقاط بيقدر الطالب أنه بيكون بالأول بشكل بياخد التراكمية، البيئة التعليمية والتراكمية، الخبرات، المعرفة، المعلومات كأكاديميا. طبعا الأستاذ يفترض أنه يجهزه أنه من خلال تحليل المعلومات ونقاط الدرس، ماذا ستعلم، شو هي نقاط الدرس الواضحة للطالب. هون بالتالي بيقول له مثلا أنه هذا النص
جاي أسئلة الدورات، حل النماذج أسئلة الدورات كتير مهمة للطالب، بيعرف ماهية الأسئلة، وبالتالي هون المعلم بشكل تلقائي بيعطي تخفيف عبء وضغوط نفسية عند الطالب، فهون بإدراكه لهي المعلومات بيرتاح، بيوصل لمرحلة الارتياح النفسي وأنه هو مجهز علميا ومعرفيا ومثل ما بيقولوا نفسيا لحتى يستقبل هي الساعات القليلة، ولكن هي مصيرية وتحديد أهداف للطالب. طيب خلينا نحكي عن طريقة المراجعة الصحيحة. بتلاقي اليوم كل الطلاب فايقين بكير عم يدرسوا عم يراجعوا ويمكن حتى ما ناموا، هي المراجعة اليوم بتلاقي في منهم بيخطئوا فيها. طيب. يعني بتلاقي في نسبة من الطلاب بتصير بتراجع كل المادة من أول الكتاب لآخرته، بينما بعض الطلاب بتلاقيهم عم بيراجعوا بس يمكن الشغلات الأساسية والبسيطة. خلينا نوضح اليوم شو هي الطريقة الصحيحة اليوم للمراجعة. أشكرك كثير، الشكر، سؤالك مهم جدا، أنه هي باعتبار أنه أنا عندي امتحان فأنا لازم أبدع بمجال تنظيم وقتي، يعني أي بمعنى ساعات الدراسة تكون منظمة، إضافة إلى أنه أعطي كل ساعة مثلا 10 دقائق استراحة. أثبتت الدراسات العلمية بأنه كل ما أعطيت قراءة للنص من خلال دروسك الحفظية أو بالمجالات الأخرى فأنت عم تعطي 10 أو 20% لاستدعائك للمعلومة. كل ما وظفتي حواسك، الرؤية، التكرار، وأنك تسمعي التكرار المعلومة بشكل الصحيح، فهون بيصير في عندك تخزين المعلومة أكثر، لأنه أنت عم تتعاملي مع دماغ، يعني جملة عصبية، فأنت بدك تروحي تعطي المعلومة بالطريقة الصحيحة، بالتالي أنه راح تكون تخزينها واستدعاء للمعلومة بأثناء طلبها بتكون بشكل واضح وسلس أكثر. طيب اليوم ست نور، العامل الأساسي بحياة الطفل أو الشاب والصبي هنو الأهل. تمام. وقت نقول نحن أهل، نحن عم نحكي اليوم عن السند، عن الدعم. أكيد. المادي، وخاصة بهذا الوقت، يعني اليوم عم نعرف اليوم قديه الدرس الخاص عم بيكلف الأهل، يعني هموم فوق هموم مثل ما بيقولوا اقتصادية طبعاً. طبعا يعني شيء عن التكلفة المادية اليوم في دعم نفسي للطلاب، في ترغيب وليس ترهيب، في عدم مقارنة الأهل مع الأقران، اليوم قديه مهم اليوم الدعم ودور الأهل، وقديه مهم اليوم نحن نستوعب أنه أنا ابني هاي طاقته أكثر من هيك أنا ما حيقدر يعطيني فبلا هذا الضغط. صحيح. يعني 100% دور الأهل ما بيقل أهمية عن دور البيئة التعليمية اللي بياخدها بالمدرسة. لازم يكون في عنا أول شيء تواصل فعال بين المعلم والأسرة أولياء الأمور، شو هي المؤشر السنوي نحن منقلها بين الأب والدام، وين كان عنده أخطاء ويداركوها. طبعا الاحتواء والتقبل هذا أساس ل يعني يتقبل طفلهم بكل أساليب الحالات النفسية تبعه، التوتر، العصبية، إضافة إنه ما يقارنوا. يعني نحن بنقول دائما إنه لا تقارن أولياء الأمور الطالب بالمحيط، أقرانه بمحيطه العائلي مثلا أو ابن فلان وما بعرف مين، إنه لا تعطوه فوق طاقته، لا تعطوه فوق إنه المقدرات اللي هو عنده إياها الشخصية. احتمال يكون هو معدل ذكاء متوسط أو معدل تعليمه متوسط، فأنا بعطيه شيء إنه طبي كتير هون، بالتالي بدي يعطي ضغط للطالب، هدم وإحباط، فبيوصل تمام بيوصل موصول إنه بيقول إنه أنا خيبت أهلي. ده الكلمة كتير كبيرة بالنسبة لطالب، يعني عمره يعني إذا بدنا نحكي بالثانوية أو بالتاسع، فإنه هيدول مدمرات نفسية أنا بعتبرها. لا، بدك تقارنه بنفسه من خلال مثلا من أو بداية العام، إنه أنت مثلا أخذت بالمادة الفلانية علامة جيدة نوعا ما، أنت حسنت بأثناء عملية الاختبار الفصل الأول أكيد، بس إنه ما دام إنه زاد المؤشر تبعه وتحسن، فأنت بالتالي احتمال بالفصل بالامتحانات النهائية تأخذ المجموع العام أو الشبه التام. تمام. طيب خلينا نحكي عن أسئلة التوقعات، يمكن حتى بهذا اليوم بكتر أسئلة التوقعات من الأساتذة أو من أي شخص ممكن يوم على السوشيال ميديا ينزل توقعات لمادة بكرة. بتلاقي يمكن حتى الأهالي هم بذات نفسهم عم بيورجوا الأولادهم هي التوقعات، عم يخلوهم يدرسوا أدي هذا الشيء غلط. وخلينا نحكي عن التوقعات، إمتى ممكن تكون مفيدة وإمتى ممكن فعلا ما تكون مفيدة للطلاب؟ طبعا. هلأ أولا إذا بتوافقني الرأي، التوقعات هي بأساسها توتر زيادة للطالب. صحيح. بيعطي تشويش عشية اللي هو درسه،
يعني لدرجة إنه بكون هو مهيئ حاله نفسياً، عامل بخلال دراسته بأثناء الامتحانات، عامل خريطة ذهنية، خريطة مفاهيم، متصور ومتوقع هذا الشيء يلي بده يقدمه بالامتحان. فجأة بيجي هيك صدمة، والله إنه هيدا المعلومة جاية بالامتحان متوقعة كذا. فأنه هون بدي يعتمد اعتماد مباشر على السنة يلي بلش فيها من بداية العام مع الأستاذ ومع الأهل، شو هو الخطة يلي مشيان فيها من خلال التكرار المعلومي، خريطة المفاهيم. الخريطة الذهنية هي مجال إبداع للعقول الطلاب، إنه أنا أحدد الفكرة الرئيسية من كل محتوى، من كل نص، من كل درس، أعطيهم النقاط الفرعية، أعطي كلمات مفتاحية أقدر أنا أوظفها من خلال العملية الامتحانية. وبالتالي كل ما وظفت السمع وحاسة الحركة وأيضا الرؤية اللي هي البصر، فأنت عمليا عم تعمل استدعاء للمعلومة بشكل أفضل. وهذه من النصائح المهمة اللي نحن بنتبعها للطالب، إنه بعد بعدا تاما عن الحديث مع أصدقائك، مع أقرانك أثناء دخولك للامتحان، هذا سؤال مهم وهذا سؤال، فهو بالتالي بده يصير في عنده حالة توتر، والقلق هو عدو، يعني مقابل لعدو التركيز، هون بده يفقد السيطرة على نفسه، يمكن احتمال كتير كبير يصير معه حالة من التشويش، الرؤية، الصداع. صحيح. بيكون هو مشيان ببلان معين، فجأة بينصدم وبيصير في عنده أخطاء وبتروح الفرصة بأول مادة. للأسف ممكن يكون في أسئلة على الورق هو بيعرفها، ولكن سقف التوقعات اللي كان رافعة جدا، يعني كان جاي ومتوقع أنه حيشوف شيء تاني، خليه كمان ينسى الشيء اللي هو حافظه يعني من الصدمة. اليوم من الأسئلة المتوقعة، خلينا نروح للملخصات. واليوم نشوف اليوم في طلاب وطالبات جدا بيعتمدوا على الملخص، تقول لك أنا ما بدرس من الكتاب، الكتاب يعني حجمه، في طلاب بيخافوا من حجم الكتب يعني. صحيح. اللي أنا بروح للملخص باخذ المعلومة المهمة مختصرة وخلاص. ولكن اليوم عم نشوف نماذج بالامتحانات عم تطلب شرح أكثر، عم تطلب معلومات أدق. اليوم شو نصيحتك للطلاب بمجال الملخصات؟ نصيحتي إنه يبعدوا عن هذا الأسلوب، لأنه ملخص أو الرؤية للمعلم غير رؤية المدرس الطالب بأثناء الامتحان. من خلال متابعته مع المدرس بالبيئة الصفية، من خلال خبراته، هو بيقدر يعمل ملخص، يعني بيقدر يلخص أفكاره بطريقة هو بيشوفها سلسة مرتبة، بطريقة التظليل لأهمية كل فقرة، بفقرته يعطي كلمات مفتاحية، هو بيقدر يعطي كلمة مفتاحية ذكرها من اللون تماما. وأحيانا كتير نحن بنقول لهم للطلاب لما بتعمل خريطة مفاهيم لونها بشكل مرتب، بشكل انه كل درس غير من شكل الخريطة المفاهيم، هون بيستدعيها استدعاء بشكل واضح ومتقن. فانه انت ليش ما بتعمل ملخصاتك؟ ما انت اخذ المحتوى بشكل كامل وتفصيلي، خليها دائما عندك دفتر او دفتر مراجعات او ملاحظات للاستاذ. هون لما المدرس الناجح بشكل عام بخلال بيئته وتحضيره وتهيئته للطالب بخلال العام الكامل، بيعطيهم مثلا انه هذا السؤال مهم جدا، جاي اسئله الدورات، فهو يدونه. لما بيقوم بعمليه التدوين والملاحظه والمتابعه مع المدرس، هون بالتالي بده يعطي شيء اسمه ملخص له، ملخص ذاتي هو بايده تماما يعني. بايده بيعمل دفتر ملخص. على اسماء الاساتذه اللي هن عاملين ملخصات، بتقول لك انه واو الاستاذ الفلاني هو مساوى ملخص، معناته خلص اليوم في ثقة عمياء بالقصة. تمام. ونحن اليوم ابدا ما نعم نشكك بالمعلومات المذكورة بقلب الملخصات. أكيد. ولكن نحن عم نحكي عن فرق الاسلوب بطرح الاجابة. تمام. هيدا الاسلوب بيعطي تعمق للطالب اكثر من خلال متابعته سبق وقلنا للدروس، من خلال انه يسمع ويصير في تواصل فعال بين الطالب والمعلم، قدامهم انه يكون في عندهم علاقه وثيقه، بالتالي انه راح يترجم هي المعلومات من خلال الاجابات بالامتحان. اكيد. يعني حكينا كثير عن النهار اللي قبل الامتحانات، شو هي الامور او النقاط اللي لازم يركزوا عليها الطلاب واهاليهم اليوم، ولكن خلينا نروح لنهار الامتحان بكره، شو هي النقاط او النصائح او الامور يلي انت المفروض اليوم نخليها عند اطفالنا، عند طلابنا اليوم لطريقه
الدراسة لطريقة الامتحانات عندك؟ تمام، يعطيك العافية. أول نقطة إنه كرمال نكون بعيدين عن الخوف. تمام. أول نقطة ياخذ قصة كبير من الراحلة يقل عن 8 ساعات يوميا، لأنه أنت بالتالي عم تتعامل مع جملة عصبية اللي هي الدماغ لحتى تقدر تخزن المعلومات بشكل الصحيح ويقدر يستدعيها بشكل المثالي والسلس. فهون لازم يكون عنده قصة من النوم بشكل لا يقل عن 8 ساعات يوميا. ثاني نقطة اللي هي التفكير الإيجابي، هذا قدي مهم إنه يفكر الطالب بأنه أنا بقدر إني أجتاز الامتحانات بالطريقة الصحيحة، أنا بقدر إني أوصل لهدفي، لأنه التعب 12 سنة رح تتلخص بهذا الوقت، هذا الوقت سيمضي مثل ما بيقولوا، فإنه خليه يمضي بسلاسة ومثابرة واجتهاد وتنظيم لوقتك. ثالث نقطة، يبتعد بعدا تاما عن الأصدقاء قبل دخول الامتحان، مثل ما حضرتك ذكرتي بأنه هيدي المعلومة رح تجي، هي التوقع رح يجي، فهون بده يسبب تشويش ونقطة نحن بغينا أكيد عن هذا التشويش. ثالث نقطة يلي نحن بنعتبرها التغذية السليمة، شرب مياه كافية، لأنه بالتالي بدك تجدد الخلايا الموجودة بالدماغ، إضافة إنه يتخيل ويتأمل إنه رح ينجح، وبالتالي بده يعطي تحفيز وطاقة إيجابية إنه يراجع كل سؤال بسؤاله، ما يقرأ الأسئلة بشكل كامل. ما فينا. طبعا. الصحة دائما نقولها. يقرأ كل سؤال. ما فينا نحن أول حدا. لأنه الأسئلة الامتحان بتعتمد على القياس والتقويم، فبالتالي أول سؤال رح يكون مبسط من البسيط إلى المعقد، فأنا ليش لشوش تفكيري أو تفكير الطالب من خلال الأسئلة بشكل كامل؟ فلا، نحن منحل السؤال بشكل كامل صحيح، نحاول نعمل خلصنا أول إجابة، نحط إشارة أنه نحن خلصناها، ما أنه نبلش في ملاحظة دائما نقولها للطلاب، ما يقرأ الأسئلة كلها تماماً تماماً، ما يعطي ما يزيد عن الشيء المطلوب منه تمام. لأنه أنت عملياً رح توقع بالفخ أنه الأسئلة طويلة وما كفينا، فأنت عملياً حدد النقاط اللي هي مطلوبة من خلال الأسئلة وحلها، وما تزيد شيء بيفكروا الطالب أنه والله هيدا الأسلوب رح يعطيني علامات أكثر، رح تكتر المعلومة بشكل متزايد، فأنت عملياً عم تستنفذ طاقة صح. عم تعطي تبذل جهد، وبالتالي رح تعطي تاخذ وقت من السؤال الثاني وضيع المصحح اليوم. اكيد اكيد، هذا الشيء كما ما كانت الورقه مرتبة بشكل افضل، كما ما كانت عمليه التصحيح بشكل ادق واسهل تماما. نهايه لقائنا اليوم نشكرك على كل المعلومات يلي ذكرتيها، وان شاء الله هيك بنقول دائما بالتوفيق لطلابنا، وهيك تمضى هذا الوقت رح يمضى، فخلوه يمضى على خير ورواء وايجابيه. شكرا لك ست نور. اكيد بالختام بدنا نشكرك كثير، وكل المعلومات والنصائح يلي قدمتيها لليوم، واكيد كل اللي عم يتابعونا ان شاء الله يكونوا استفادوا من حضرتك. اهلا وسهلا، ودائما نحن بنقول كل التوفيق والنجاح للطلاب، لانه هي امل وبناء مستقبل سوريا الجديد. آمين. بالأجيال الناشئة والعبقرية إن شاء الله. شكرا لك.